احمد خالد توفيق. كلنا عارفين احمد خالد توفيق، واللي ما يعرفوش اكيد سمع عنه خصوصا في السنوات اللي فاتت دي بعد وفاته. الراجل اللي عشقوا الشباب وحضروا ندواته وتاثروا بكلامه وقروا كتير جدا من الروايات الطويله اللي هو عاملها، او حتى ما يعرف بروايات الجيب اللي هو كان برضو بيصدرها. لو ما تعرفش احمد توفيق او احمد خالد توفيق، فربما تكون سمعت عن احد رواياته او شفت احد افلامه، او حتى ممكن تكون مرت عليك احد مقولاته مرور الكرام كحكمه قصيره على ودنك كده، سمعتها او حتى شفتها في بوست، او حتى زي ما قلت لك شفت مسلسل زي مسلسل ما وراء الطبيعه اللي صدر مؤخرا، والمسلسل ده كان طالع من مؤلفات احمد خالد توفيق. اكيد سمعت او قرات على مواقع التواصل الاجتماعي مقوله زي مثلا المقوله دي: سيتركون العاصمه القديمه لتحترق باهلها وتندثر ظلما وفقرا ومرضا، وسيذهبون الى عاصمتهم او عاصمتهم الجديده حتى لا تتاذى عينهم بكل ذلك الدمار. احمد خالد توفيق الراجل ده كان في حياته كانه بيستشف المستقبل، وده يمكن اللي خلى الناس لغايه يومنا ده بتتكلم عن احمد خالد توفيق وتحديدا في ذكرى وفاته. الراجل كان تنبأ قبل كده بان سعر الدولار هيوصل ل 30 جنيه من حوالي 14 سنه، وان الناس هياكلوا رجل الفراخ في احداث روايته المفضله لدى معظم محبيه، وهي روايه يوتيوبيا. روايه يوتيوبيا كان فيها بعض الحاجات دي، واحداث الروايه كانت بتدور كمان في 2023 اللي هي السنه اللي احنا فيها، فزي ما احنا شايفين الراجل تنبأ بالتاريخ كمان. ولو مش مصدق تعال نشوف مع بعض كان كاتب ايه. كان كاتب مثلا مره في احد رواياته يقول: يبدو ان ارجل الفراخ رائجه، كذلك الرؤوس الاجنحه، لكن اين الدجاج نفسه؟ حتى دجاجهم تحول الى عظم او الى عظام يكسوها الجلد فقط. ولو نزلت بعض السطور كده تحت شويه وتشوف هتلاقيه كاتب حاجه عن الدولار برضو، قال: وقد صار الدولار يساوي 30 جنيه. و انه كان كاتب بالظبط: هناك من يقول ان الجنيه كان اعلى سعرا من الدولار يوما ما، لا اصدق هذا، وقد صار الدولار يساوي 30 جنيه. هننتقل برضو دلوقتي للحاجات اللي تداولها الناس اللي بتحب احمد خالد توفيق واصدقائه المقولات الشهيره في ذكرى وفاته، الراجل اللي لغايه دلوقتي سايب اثر، ولغايه دلوقتي بنشوف الناس بتدعي له في كل حته. عبد الحميد مثلا قال: كل الاشياء التي طلبتها بسيطه وسهله وتحدث للكثيرين، ولكنها معي أنا لسبب ما لا تحدث. وكان كاتب ده في ذكرى رحيل العراب أحمد خالد توفيق اللي هو يوم 2 إبريل. له برضو في ذكرى الوفاة قالت: لو سمح ببيع اللحم البشري عند الجزارين لارتفعت قيمة الإنسان مرة أخرى، عندئذ سيكون سعرك يا صديقي آلاف الجنيهات. وده كان من كتاب قصصات قابلة للحرق. مريم كمان شاركت في إحياء ذكرى العراب واقتبست المقولة دي، قالت: لو لم أجازف وأقترب كنت سأظل أعتقد بأن شيئا جميلا قد فاتني. أيمن كمان اقتبس مقولة وقال: كنت أتساءل لماذا يختار الموت أفضل من فينا، ولكنني وجدت الإجابة مؤخرا في كلمة أحدهم: لأنهم نجحوا في الامتحان مبكرا فلا داعي لوجودهم. وبرضه بيتكلم عن ذكرى العراب، وزي ما تقولوا كده هو بيقول ان هو العراب كان من الناس اللي نجحت في الامتحان فعشان كده مات بدري. محمود حامد برضه قال في ذكرى رحيل العراب: انا رفاق اخشى الموت كثيرا، ولست من هؤلاء المدعين الذين يرددون في فخر طفولي: نحن لا نهاب الموت، كيف لا اهاب الموت وانا غير مستعد لمواجهه خالقي؟ إن من لا يخشى الموت هو أحمق أو واهن الإيمان. نورهان برضو قالت: إن في كل فترة من فترات حياتي الصعبة كنت أنتظر أن تمر، أنتظر النور في نهاية النفق، وماذا لو عرفت أن هذه حياتي ذاتها وأن النفق لا نهاية له إلا القبر، في ذكرى رحيل العراب. حساب سانشاين برضو اتكلم عن لسان الدكتور أحمد خالد توفيق من عباراته اللي موجودة في كتبه، وقال: إن الذين لا يسكن أو إن الدين لا يسكن على رفوف الكتب أو في رأسك فقط، بل مكانه الحقيقي يجب أن يكون فيما تفعله وما تنتجه، في أن تؤدي ما خلقت من أجله على هذه
الأرض. وأخيرا آخر مقولة، وطبعا زي ما قلت لكم كل دي مقولات للدكتور أحمد خالد، الناس بتقتبسها يعني كنوع من أنواع إحياء ذكرى رحيل العراب أحمد خالد توفيق، وبرضو كلها كانت حاجات ذات معنى وذات يعني ليها أبعاد كتير جدا ممكن تقعد تسقطها على كل حاجة في حياتك دلوقتي. فأيمن بيقول: كل الأشياء التي أطلبها بسيطة وسهلة وتحدث للكثيرين، ولكنها معي أنا لسبب ما لا تحدث. في النهاية أحمد خالد توفيق كان برضو من الناس اللي بتتكلم في حاجات لها علاقة بالمجتمع المصري، وكان بيتكلم دايما في حاجات لها علاقة بطموحات الشعب المصري وأحلامه، وكان أحيانا من وقت للتاني كده بيوجه رسائل للحكام في كتاباته، فقال: لماذا لا تتركونا وشأننا؟ سرقتم منا الماضي والحاضر والمستقبل، لكنكم تكرهون أن تتركونا نعيش. رحم الله أحمد خالد توفيق اللي كان فعلا واحد من الناس اللي كانوا سبب في أن الشباب يقرأوا والشباب يحبوا القراءة، وأنا واحد من الناس اللي فعلا أحمد خالد توفيق كان ليه فضل كبير علينا جدا أن احنا نبتدي نتجه لفكرة أن احنا نمسك كتاب في إيدينا أصلا، لأنه كان بيكتب لنا حاجات فعلا ممكن تنفع معانا وحاجات تخاطب عقلنا وحاجات ممكن تكون مسلية وتحببك في القراءة. وهنسيبكم دلوقتي مع الفيديو اللي عمله أحد محبي الدكتور أحمد خالد توفيق، ونرجع لكم مرة تانية. نعم أيها الغريب، كانت إقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة، عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا. وداعا أيها الغريب، كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل، قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس، لحنا سمعناه لثوان هناك من الدغل، ثم هززنا الرؤوس وقلنا إننا توهمنا. وداعا أيها الغريب، لكن كل شيء ينتهي.